صغيرة كتير. بعطيها الماما رشام. بلش؟ بلش. أربعة ثلاثة اثنين أكشن. لعيونك عم قاتل وانت عيونك تقتلني، لا برع داما أنا وعيونها لتقبرني. بهاي الهضامة بلش لقائنا مع جاد شمسو يلي عم نشوفه للسنة الثانية على التوالي بالموسم الدرامي، وهالمرة بمسلسل أولاد بديعة بشخصية شاهين. فكيف ملاقي حاله بهي التجربة؟ مو بيرفكت، لازم مساحة يعني مشاهد أكثر حتى بيرفكت. وبين شاهين وبين فارس في فرق كتير كبير، إنه أنا مالي مسكين، مالي إيفن شوارع. وشو التكنيك يلي بيتبعه جاد ليوقف قدام الكاميرا ويمثل؟ 4-3-2 أكشن، بنسى جاد، بيشتغل يا شاهين يا فارس. أهم قرار لازم تبع الممثل يعتمد على نفسه ولا يجاد. وحب جاد يوجه كلمة لأبطال مسلسل أولاد بديعة بهاي الطريقة. محمود نصر، هلا محمود نصر صار من عظام الرقبة حتى المسلسل معه، بحبه كتير وإن شاء الله نضلع منكمل مع بعض. يا من حجري إيه، عم تكتب كتير مسلسلات حلوة واستمر. سامر إسماعيل، بحبك كتير وإنت كتير بتشبهني صراحة. سلافة مامور، بحبك كتير وحلو الشغل إنه مثل مع ممثلين كبار. يا أما كلنا ولاد عارف الدباغ، يا أما تحت التراب. يا من حجري شرمالك يفتح الله عليك، ما بيشغلني. I don't care. أما عن مطلب جاد من المخرجة رشا شربجي، مام رشا شربجي أنا بدي مساحة كبيرة حتى أفرجيكي قديشني بيرفكت. بشكر العالم يلي كانت عم تتعبني مثل إبراهيم الشيخ هيك بينه وبينه، وبشكر الكوتش يا زمور تجا